اسمه ايروفخن وبسالتيريون وكيثار الليلويا، سبحوه بمزمار وكيثار هالليلويا. وبسالتيريون معناها مزمار، نيم معناها هواء، وكيثار معناها كثارة. المزمار والعود يطيبان اللحن، لكن اللسان العذب فوق كليهما. يشوع بن صراخ 40:21. يدعوني المرتل قائلا أن أسبحك يا رب بمزمار مع كثارة، ولكن كيف أنفذ هذا الأمر في كنيسة العهد الجديد؟ شرح لي القديس كليمندوس السكندري أن اللسان هو مزمار الرب، بينما الكثارة هي الفم الذي يحركه الروح كالوتر. فحينما أسبحك بمزمار وكثار، أي أن يخرج بواسطة لساني حلو الكلام ويتلو فمي التسابيح المقدسة لاسمك القدوس. آمين.